بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام، نرحب بحضراتكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم وقولوا للناس حسنا. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم، ونحن مأمورون بالتأسي والاقتداء به. أيضا كما يقول الحق سبحانه وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدى. نتحدث في الحلقة مشاهدينا الكرام عن القدوة في المجتمع ودورها في بناء المجتمعات، ونسعد في هذا اللقاء بضيفينا الكريمين فضيلة الشيخ أسامة جبريل من علماء وزارة الأوقاف. أهلا بكم فضيلة الشيخ أسامة. كما نسعد بفضيلة الشيخ محمد الخزامي من علماء الأوقاف. أهلا بكم فضيلة الشيخ. أهلا بحضرتك. وأبتدئ الحديث مع فضيلة الشيخ أسامة. للشيخ أسامة، يعني أبتدئ بالقدوة العظمى والأولى لنا هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر الله سبحانه وتعالى لنا: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. كيف يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم؟ الحمد لله رب العالمين الذي جعل لنا من الأنبياء والمرسلين قدوة ومثلا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلك طريقه إلى يوم الدين وبعد. لا شك أن الحديث عن القدوة من أهم الموضوعات التي تهم البشرية. لماذا؟ لأن لها دورا هاما في بناء المجتمع، فإذا كانت القدوة حسنة ارتفعت بالمجتمع إلى أعلى الدرجات، وإذا كانت القدوة سيئة والعياذ بالله انحطت بالمجتمع إلى أسفل الدركات. ولذلك بيّن لنا ربنا تبارك وتعالى طريق القدوة الحسنة التي نرتفع بها إلى أعلى الدرجات، وهي تكون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال الإمام ابن كثير: إن هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله صلوات ربي وسلامه عليه. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يهم بفعل شيء إلا وبادر بفعله صلوات ربي وسلامه عليه، فكان خير قدوة لنا جميعا. وليس أدل على ذلك أنه في يوم الحديبية، لما تم صلح الحديبية، طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة طلبا، ألا وهو أن يقوموا فينحروا ويحلقوا. قال لهم صلى الله عليه وسلم: قوموا ثم انحروا، قوموا فانحروا ثم احلقوا. فتكاسل الصحابة عن هذا الأمر النبوي، لما رأوا من شروط مجحفة عليهم في صلح الحديبية. ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف؟ يدخل إلى إحدى زوجاته فتشير عليه بالتنفيذ أمام الصحابة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وحلق ونحر الهدي، فإذا بالصحابة يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويبادرون ويسارعون في نحر الهدايا وحلق رؤوسهم حتى كاد أن يقتل بعضهم بعضا. لذلك خرجوا من الفتنة التي كانت من الممكن أن يتعرضوا لها في هذا الأمر. نعم، خرجوا من الفتنة بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هذا. وإذا أردت أن تبحث عن القدوة الحسنة في جميع مجالات الحياة تجدها في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تبحث عن القدوة في التعامل مع المذنب تجدها
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولذلك في حديث أبي أمامة أن شابا أو رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ائذن لي بالزنا. تخيل هذا الشاب يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب هذا الطلب الذي حرمه الله تبارك وتعالى، فإذا بالصحابة يزجرونه ويقولون: ما أي ما هذا الكلام؟ لا يليق لهذا الكلام أن يصدر بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم النبي القدوة يعطف عليه ويقول له: أدن مني. فلما دنا من النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك يا رسول الله. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم، أفتحبه لبنتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك يا رسول الله. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لبناتهم، أفتحبه لأختك؟ أفتحبه لخالتك؟ أفتحبه لعمتك؟ وهو يجيب على النبي صلى الله عليه وسلم: لا والله يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك الناس لا يحبونه لبناتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على صدر ذلك الرجل وقال: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. فخرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم وليس هناك شيء أبغض إلى قلبه من الزنا. الله يفتح عليك شيخ حسام. شيخ محمد، يعني علماء التربية والمجتمعات تحتاج إلى تربية وهي مقدمة على العلم وما إلى ذلك، يقولون إن يعني أسلوب التربية بالقدوة من أهم الأساليب الناجحة في تربية الأبناء وتربية المجتمع، كيف ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في البداية أحيي حضراتكم، كل سنة وحضراتكم طيبين. موضوع القدوة هو موضوع مهم جدا 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 في التربية، يعني هنتكلم كده زي ما بيقولوا من الآخر، أي تربية بدون قدوة لا قيمة لها. التربية ليست بالكلام ولكن التربية بالأفعال، يعني حينما يرى منك شيء جميل فإنه أيضا ستقلد بشيء جميل. يعني دايما نشوف الآباء والأمهات يقول لابنه صلي، اقرأ قرآن، يجيب له شيخ البيت، يوديه المسجد يحفظ القرآن، كل ده جميل جدا جدا، لكن ده إذا لم يكن معه من الأب ومن الأم قدوة حسنة، يعني يرى هذا في سلوك والديه، فإنه لا قيمة له، لن يجدي بشيء، وإن أجدى بشيء هيكون شيء قليل جدا، لأن الدراسات بتقول إن النسبة الأكبر في التربية بتكون بالقدوة، إن الأولاد يروا من أبيهم ومن أمهم هذه الأخلاق وهذه السلوك. يعني مثلا لو الابن رأى من أبيه أنه يكذب فسيحاكي هذا الكذب، لو رأى منه أنه يخادع فسيحاكي أيضا هذا الخداع، وده لسيدنا صلى الله عليه وسلم لما كان جابر بن عبد الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان راح يزورهم في البيت، فأم جابر بن عبد الله، كان جابر بن عبد الله كان طفل صغير كده عنده 5 سنوات، وكان سيدنا صلى الله عليه وسلم كان دايما بيتتبع أحوالهم ويشوف متطلباتهم، لأنهم كانوا بيت فاضل، فهم أول من هاجروا إلى الحبشة، وأم سيدنا جابر أيضا هاجرت إلى المدينة، فكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتعهد يعني الصحابة ويتعهد هؤلاء الذين لهم فضل كبير. فأم هذا الصحابي اللي عنده 5 سنين ندت له وقالت له: تعالى ها أعطيك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: وهل تعطيه شيئا؟ قالت: نعم سأعطيه تمرة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، يريد اللي هو يلفت انتباهها في الايه، في جانب التربية، يعني كوني صادقة أمام هذا الطفل حتى يكون هذا الطفل صادق.
فإنك إن لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة. المسألة مش مسألة اللي هي الوزر وخلاص، مسألة أنت بتربي في هذا الطفل إيه. صحيح. فهي دي المسألة، فكوني له قدوة، يعني قلت له هديك لازم إيه تديه، لأن الطفل مرة في اثنين في ثلاثة هيعرف أن هذه الأم مخادعة أو أن هذا الأب مخادع، فهيكون زيهم ومش هيصدقهم أبدا ولا هيسمع كلامهم. ما غيره كده، نفس التصرف. نعم. ولذلك حتى الصالحين قديما قالوا حال رجل في ألف رجل أبلغ من مقالي ألف رجل في رجل. يعني واحد بس عنده سلوك حسن، إنسان عنده أخلاق، يعمل بما يقول، لو تكلم في ألف رجل سيصدقونه وسيتبعونه، لكن لو ألف رجل كلموا شخص واحد بس ولم يرى هذا الرجل من الألف دول أنه قدوة، أنهم قدوة حسنة، لن يصدقوه أبدا. ولذلك عملوا دراسة في الغرب الأمريكي، دراسة كده عن الناس اللي هم الخطباء. الخطباء مش المقصود بهم خطباء المساجد، الخطباء الناس اللي هم بيخاطبوا الناس، زي مثلا الناس اللي هم الإعلاميين مثلا، يسمون قادة الرأي، قادة الرأي، التنمية البشرية، مثل هؤلاء الناس من المشاهير. فعملوا عليهم استبيان كده واستطلاع رأي، انتوا ايه يعني الشخصيات دي ايه اكثر شيء كان مؤثر فيهم؟ هل يا ترى الكاريزما، اللبس والمظهر؟ طبعا اللبس والمظهر مهمين جدا، والوقفة. هل يا ترى الاسلوب في الكلام والبلاغة في الكلام؟ طبعا ده شيء جميل وكل حاجة. هل يا ترى الكلمات البليغة المختارة بعناية المؤثرة؟ كل ده لو جيت تشوف أي حاجة من دول هتلاقي عليها 12%. الكلمات البليغة، العبارات الجميلة، المعلومات النافعة عليهم 20%، لكن وجدوا إن 62% القدوة، إن هم كانوا قدوة في أفعالهم. يبقى إذن اللي بيأثر أكتر في الناس إيه؟ القدوة. اللي يؤثر في يعني هذا الداعية مثلاً، القدوة للناس حتى ولو يعني علمه قليل. يؤثر في الناس أكثر من داعية أو عالم عنده من العلم الكثير، لكنه ليس قدوة. ولذلك أتذكر مرة، ويعني كنت وأنا طالب يعني أستمع إلى خطيب كان رجل طيب، فتحدث يوما في موضوع ما، الناس قالوا له كده لفظا، قالوا له مصدقينك، لأن إحنا شفناك كده. كان الرجل يتحدث عن إتقان العمل، فالناس قالوا له إحنا مصدقينك لأنك تتقن عملك. كان هذا الرجل يقول للناس مثلا 3-4 دروس في الأسبوع، التزم بجدول الدروس بتاع وزارة الأوقاف، فالناس قالوا له كده إحنا مصدقينك والكلام بتاعك وصلنا. كان هنا حال ومقال، يعني حاله كذا بالفعل، ومقاله يعني بيدل على حاله يعني. نفس القصة برضو، دراسة في التسعينيات من القرن الماضي بتقول إن الأسرة لها تأثير كبير جداً في بناء شخصية الطفل. صحيح. إحنا في زمن اسمه زمن سيولة المعلومات. يعني إيه سيولة المعلومات؟ يعني المعلومات متاحة، الإنترنت بما فيه طبعاً من اليوتيوب والحاجات دي كلها، الحضانات، المدارس، الإعلام، كل شيء متاح عندنا. ده زمن إتاحة المعرفة أو زمن سيولة المعلومات. لكن كل ده الدراسة بتقول أن تأثيره قليل جداً في حال غياب دور الأسرة. قالوا أن دور الأسرة عليه 67% من التربية. شكرك. فاصل قصير مشاهدينا الكرام ثم نعود. نعم مشاهدينا الكرام، نجدد التحية لحضراتكم ولضيفينا الكريمين فضيلة الشيخ أسامة جبريل وفضيلة الشيخ محمد الخزامي من علماء الأوقاف. فضيلة الشيخ أسامة، يعني القدوة يعني مهمة جداً في حياتنا، لكن يعني ونحن نشاهد ونطالع في مسيرة حياتنا هناك مجالات يجب أن تظهر فيها هذه القدوة. ما هي مجالات القدوة في حياتنا فضيلة الشيخ أسامة؟ نعم، مجالات القدوة في حياتنا متعددة، منها ما يتعلق مثلا بالمعاملات. نعم. فينبغي أن يكون الإنسان صادقا في معاملته. نعم. في بيعه، في شرائه،
قال رسولنا صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى الجنة. نعم. فهذا الأمر من الأمور المهمة في مسألة البيع والشراء. نعم. وسبب من أسباب البركة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. نعم. وفي حديث آخر يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن التاجر الصدوق الأمين يكون في صحبة النبيين. قال صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. نعم. كذلك هذه القدوة لا بد أن تكون في أفعال الخير. نعم. في الإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى. وليس بخاف علينا جميعا حال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنهم كانوا يسارعون إلى الخيرات، فمنهم من يأتي بنصف ماله ومنهم من يأتي بماله كله وهم في ذلك يرتجون الثواب من الله تبارك وتعالى. كذلك من مجالات القدوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خاصة في ظل هذا المجتمع الذي كثرت فيه المشاكل بين أفراد الأسرة وبين أفراد المجتمع. لذلك حثنا ربنا سبحانه وتعالى على الإصلاح بين الناس، فقال جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. كذلك من الأمور التي ينبغي أن يسير الناس عليها في القدوة الحسنة فعل الخيرات. فعل الخيرات على مستوى العموم، ومنها الإحسان إلى الجار. فلقد حث النبي صلى الله عليه وسلم ووصى بالجيران خيرا، ففي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فلا بد أن يكون الإنسان قدوة حسنة في بيعه وفي شرائه وفي إنفاقه وفي صدقته وفي معاملته مع جيرانه وفي معاملته مع أصدقائه، بل في معاملته حتى مع غير المسلمين. وانظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنه كان يتعامل مع غير المسلمين معاملة راقية يحثهم فيها على الإسلام وعلى الإيمان بالله تبارك وتعالى، حيث كان له غلام يهودي مريض، فلما مرض ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لزيارته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلم. فجعل هذا الغلام ينظر إلى والده، فقال له والده يا بني أطع أبا القاسم، فأسلم وشهد شهادة الحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. نعم. قلت شيخ محمد، يعني نتحدث عن أثر القدوة في نهضة المجتمع، في بناء المجتمع، كيف تكون القدوة مؤثرة في نهضة المجتمعات؟ نعم. القدوة لها الدور الأساسي في نهضة أي مجتمع. نعم. ولذلك ما نعاني منه اليوم في مجتمعاتنا هو افتقاد أو غياب القدوة. نعم صحيح. الطلاب في المدرسة لا يجدون القدوة، الناس لا يجدون العالم القدوة إلا من رحم ربي طبعا. نعم. لكن في الغالب الناس تفتقد القدوة في العمل، لا يجدون القدوة دي هي الطريق إلى خلافة الله تعالى في الأرض، هي الطريق إلى إعمار الأرض، هي الطريق إلى كل شيء نافع في المجتمع. ولذلك إحنا نجد إن الأجيال اللي موجودة دلوقتي كلنا أو بعضنا بيعيب عليها إن هم يعني لهم تصرفات أو لهم سلوك غير سوي، وهذا كله بسبب غياب القدوة. فتجد إن هو بيقلد ناس ليسوا أسوياء، ف
فيفعل مثلهم. ولكن كل هذا بسبب إيه؟ بسبب غياب القدوة. يعني هو يحتاج أن نقدم له القدوة في المجتمع، الإعلام القدوة، والعالم القدوة، والداعية القدوة، والمعلم القدوة، والطبيب القدوة. ودايماً اللي تحت بيبص للي فوق وبيقلده. يعني مثلاً لو أن معلماً تجد الطلاب يقلدوه، نعم، الأبناء يقلدون الأب. نعم، احنا هنجد في بيوتنا الطفل الصغير يقلد أباه، والبنت الصغيرة تقلد، نعم، أمها. يعني نعم. تجد إن الرئيس في العلم في العمل يقلده من تحته، نعم، من المرؤوسين. فكل إنسان، لو أنا مثلا رئيس في عمل وأنا قدوة، يعني ألتزم بمواعيدي، لا أخذ جنيها حرام، لا أخذ رشوة، ستجد إن كتير جدا من الناس اللي تحتي هيقتضوا بيا. نعم. لكن لما أنا أبقى بعمل حاجات غلط، فهتجد بقى اللي هو الإنسان حتى البسيط اللي هو الساعي أو اللي بيعمل شاي وقهوة وكده، أقول لك ده يعني أهو بيعمل كده، يعني أنا اللي جات عليا. يعني لذلك في تعبير كده دايما يتقال كده في المجتمعات، يقال يقول لك ده الصفوة، ده قادة الرأي في المجتمع. نعم. يعني هؤلاء إذا صلحوا المجتمع. أحسنت. يعني ده تعبير من التعبيرات الشائعة، يقول لك قادة الرأي في المجتمع. نعم. من هم قادة الرأي؟ انظر إليهم، إذا وجدتهم صالحين فهذا المجتمع صالح. نعم. كذلك في البيت. نعم. ولذلك مشى الطاووس يوما باختيال، فقلده في مشيته بنوه، فقال لهم ماذا تفعلون؟ قالوا لقد فعلت ونحن مقلدوه، وينشأ صبي الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. نعم، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. ده يعني، نعم، حاجة جميلة. الطفل يعني بينشأ، يعني الأم البنت تقلدها. نعم. القدوة للبنت هي الأم. نعم. والقدوة للأبناء من الذكور الأب. نعم. تجد البنت تطلع شبيهة جدا 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 بأمها. نعم. والولد شبيه جدا إلى قدر كبير. نعم. جدا بأبيه. صحيح. ولذلك الأم ينبغي أن تكون قدوة. الأب والأم في العصر اللي احنا فيه ده ينبغي أن هم يكونوا بيتوتيين، يعني يرجعوا يتابعوا أولادهم زي زمان. لأن المسألة مش مسألة أن أب هيصرف على أبنائه وخلاص، لا. هو مش بنك، مش مسألة مصاريف. فكم من أبناء تعلموا في أحسن المدارس وفي أحسن الجامعات، جامعات أجنبية، ولكن كانت المسألة بسبب غياب الأب وغياب دور الأم، أصبحوا فيما ذلك بعد ذلك في متاهة كبيرة. في السوشيال ميديا يا فضيل الشيخ محمد، لما بنشوف أشياء ونستهجنها ونستنكرها من أبناء، انظر إلى آبائهم، تجد أبائهم يعني هم كذلك، يعني ليسوا، نعم، قدوة لأبنائهم. طبعا. يعني إنما عندما تكون القدوة صالحة يكون، نعم، أبناء صالحون، عندما تكون القدوة جيدة يكون أبناء جيدون. نعم. نعم طبعا. إحنا لو الأب مهما يقول، نعم، من أقوال، كل هذا تأثيره بسيط جدا. الأم كذلك مهما تقول، كل هذا تأثيره بسيط. إذا أردت أن يكون أبناءك صالحين فكن قدوة لهم، كن قدوة، نعم، لهم في الخير، في كل شيء، نعم، في الطاعة، في العمل، في حسن القول، في كل شيء. نعم. لأن إذا حتى الإسلام بيعلمنا أن الإسلام ليس بالكلام، وإلا كان تدين شكلي. صحيح. لكن التدين الحقيقي هو تدين بالإيه؟ بالأفعال. ولذلك ربنا في القرآن الكريم، سلم وقر في القلب وصدقه العمل. نعم. نعم. ولذلك ربنا ينهانا إن إحنا يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. نعم. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. تذكرت الآن مقولة للإمام أبو حامد الغزالي. نعم. أبو حامد الغزالي معروف، ده صاحب الكتاب الشهير كتاب إحياء، نعم، علوم الدين. نعم. الإمام أبو حامد الغزالي يقول إن وزر العالم إذا فعل إثما أكثر من غيره. صحيح. لأن العالم من المفروض أن يقتدى به. نعم. فلو فعل شيئا اقتدى به أناس كثيرين. نعم. فأصبح هذا سبب في فساد المجتمع وفي ضياع القيم الدينية والمجتمعية. فالعالم ليس كغيره، الإنسان اللي في مسؤولية ليس كغيره، الأب والأم ليسوا أناس عاديين. ولذلك قالوا إن كل
إنسان صالح وراءه أبوين عظيمين. نعم. وده اللي علمهن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم. فالأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والأم في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. نعم. إذن القدوة هي أساس تقدم ونهضة المجتمعات. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نشكر باسمكم في ختام هذه الحلقة ضيفينا الكريمين، فضيلة الشيخ أسامة جبريل من علماء الأوقاف، شكرا جزيلا. فضيلة الشيخ محمد الخزامي من علماء الأوقاف، شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك يا فندم. وأنا أشكركم مشاهدينا الكرام، ونلتقي دائما على خير بإذن الله تعالى مع برنامجكم وقولوا للناس حسنا.